ازيكم يا جماعه؟ النهارده معانا ال W204 تاني مره، بس دي السيت 300 فيها شويه اوبشنز كده ولذيذه وتنفس طبيعي وبتاع. تعالوا نتفرج عليها كده بسرعه وكمان نعملها تجربه قياده وتسارع. يلا بينا. بطاقه تعرف العربيه مرسيدس W204، تمام. الموتور هنا ال 3000 سي سي التنفس الطبيعي اللي بيولد 231 حصان و 300 نيوتن متر من العزم، واصلين على نقل الحركه السبعه جي ترونيك بتاع مرسيدس. التعليق الامامي بتاعها ماكفيرسون والخلفي مالتي لينك، ولكن العربيه دي التعليق فيها متغير، تقدر تحطه في سبورت بينشفه. يعني ايه متغير؟ يعني في ما يسمى بالدامبنينج للسسبنشن، يخليه ناشف يا طري. من قدام دي الاي ام جي، الشبكه بتاعتها مختلفه حلوه جدا، وبرده الجزء التحتاني من الاكسدام متغير وفي سبليتر من هنا حلو، والانوار زينن، واخدين بالكم مفيش النجمه نفسها، في العلامه نفسها. فروقات صغيره قوي، ولكن طبعا بالنسبه لي انا الشبكه دي بتفرق قوي، شكلها رياضي جدا. من الجنب عشانها اي ام جي اديشن زي ما انتم شايفين، في تغييرات قليله قوي. واحده منهم كنت عايز اوريكم فيها لما كنت بعمل السي ال 63، اللي ما يسمى السايد سكيرت، العتب الخارجي. في دي والسي 360 في حركه حلوه قوي، واخدين بالكم هنا في جزء من العتب مقسوم اتنين، زي ما يكون في جزء امامي وجزء خلفي. الجزء الخلفي بادي من عند نص الباب بالظبط وبيخلص في اخر الاكسدام، والجزء الامامي برضو بيخلص في الاكسدام من قدام. الحكايه دي بتخلي الشكل عامل زي ايه؟ زي السهم كله على بعضه. طبعا في السي ال 63 اوضح اكتر بكتير، لان العتب الجانبي او السايد سكيرت اكبر من دي، ولكن في دي برضو محتفظين بنفس الحركه، اللي انا بحس انها ايه، اهتمام بالتفاصيل حلو قوي ودقيق قوي، الماني قوي، بس بتعزز المنظر اللي واخد باله برضو. والكاوتش هنا 225 45 17 بوصه ستاجرد، يعني الكاوتش الامامي اقل عرضا من الخلفي، والامامي زي ما انتم شايفين الفرامل الديسكات هنا مهواء وكروس دريلد كمان عشان تعزز الاداء الرياضي وتحسن الفرامل. والكاوتش الخلفي زي ما اتفقنا اعرض 245 على 45. من الدار في السي 300 في فرق في الاكسدام الخلفي، واخدين بالكم؟ هو ممتد شويه، اطول شويه، رياضي شويه اكتر. وهنا في عندي سبويلر وفتحتين شكمان حقيقيين للموتور ال 3000 سي سي وعلامه اي ام جي من هنا، ولكن الاكسدام بارز اكتر من الخلف. هاي ايمن، ازيك يا ماجد؟ عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايمن انت مهندس؟ انا مهندس. احنا بنعرف بعض على طول يعني، بنحس ببعض، كل مهندسين عارفين بناء يعني، نعرف نطلع بعض من اي تجمع. اكيد في حاجه كده في طريقه الكلام، صحيح. مش كده؟ معلش معلش، اعذرونا بقى. طبعا في حاجه كده، في اسلوب معين الواحد مش عارف يحط ايده عليها، بس في حاجه. اوكي، طبعا العربيه دي واحده من الحاجات اللذيذه فيها جدا يا جماعه، انها فيها نظام التعليق المتغير ما بين مودين، يا مود عادي يا مود الرياضي. فلو انا حطيتها في سبورت بتعمل كذا حاجه، بتغير نظام التعليق وفعلا على طول بتحس بالمطبات اكتر شويه في الحال، يعني التغيير لحظي طبعا، هو اكيد لحظي. واستجابة بدال البنزين بتتغير، واستجابة ناقل الحركة السبعة جي ترونيك برضو بتتغير. دي واحدة من الحاجات الخواص اللي حلوة. في ناس كتيرة بتقول ان دي اخر سي كلاس، ايه رأيك يا ايمن؟ يعني ان أنا موافق، دي واحدة من احسنهم. انا موافق على الموضوع ده، وبالاضافة الا ان ال 212 هي اخر اي كلاس برضو، ماشي. يعني ده رايي الشخصي طبعا. يعني هو اللي بالنسبه لي كان صادم جدا انه عزل الصوت في العربيه دي الجنريشن 204 احسن بكتير من اللي بعده. انا لسه هعمل لكم على فكره يا جماعه، ال 206 جايه للقناه، عارف كتير قوي مستنيها، هيبقى في تجربه كامله لل 206 قريب، يعني وي هوب ان العزل يبقى كويس ومفيش منه مشاكل، وتاثروا من الجماعه بتوع بي ام دبليو، لان برضه الاف 30 كان عزل الصوت فيها سيء جدا، والجي 20 حسنوه قوي. هنا الموتور تنفس طبيعي، حتى لو انا مش في سبورت مود، الجير بوكس 7 جي ترونيك بيستجيب كويس قوي. عندي ملحوظه عايز اقولها لكم على ال 9 جي ترونيك. انا عارف هتقولوا لي انت مالك ملخبطهم كده ليه؟ ال 9 جي ترونيك حلو وكله وناعم جدا زي الزبده يعني، رهيب،
ولكن ساعات كده لما تضغط عليه بيتلخبط شويه في كده. ايوه في سنه لخبطه، تقول انا اجيب لك دلوقتي الرابع ولا عنده كتير، فبي ايه زي ما تقول بيحسب انا كنت بالزبط. فين وهبقى فين وجاي منين. في شويه هيزيتيشن كده ممكن تحصل وشويه لخبطه خفيفه، لكن بحسيتها بس في الناين جي ترونيك، مش الجير بوكسز السبعه. السبعه بحس انها ابسط، مش بنفس الفزلكه يعني، لو فاهمين قصدي. طبعا الناين جي ترونيك اكيد اقتصادي اكتر واكيد ممكن يحسن الاداء عامه، ولكن في حته الهيزيتيشن. طيب نرجعها سبورت تاني، لان العربيه فعلا بتتبدل، التعليق بيتغير بوضوح في العربيه على طول، بتحس على طول ان المطبات بقت احد وانت بتتهز كده شويه فوق لتحت، خاصيه العربيه بتتغير. ودي حاجة حلوة لأنها ممكن تشجعك على الجري. طبعا حتى نقل الحركة بيتبدل خالص، ولكن عزل الصوت في العربية دي هايل حقيقة يعني، مفيش شك أحسن من الجيل اللي بعده بكتير. غير أصلا أن الموتور تنفس طبيعي. أوكي هتقولي 300 نيوتن متر، إيه يعني؟ في أرقام النهاردة أكبر بكتير، بالذات من 3000 سي سي. هقول لك آه صح، كلامك مظبوط، بس الاستجابة البدال او استجابة الموتور الحضرة اكتر بكتير، مفيش التيربو لاج خالص. في كده تعبير ايه، التيربو لاجز في المواتير الحديثة غالبيتهم بيبقى عندهم كده خاصية مش لذيذة، ان هو ايه، فجأة تلاقي التيربو صحي من النوم وفجأة الباور زاد، يعني مفيش الاحساس الخطي بتاع الدوست البدال او الموتور. هنا طبعا التنفس الطبيعي مش هتستنى البوست، مش هتستنى البوست بالظبط، على طول موجود. وبرده في الخاصيه ان انت تنقل من البادل شيفترز وزي كل عربيات مرسيدس دايما نفسهم طويل على السرعه العاليه، هتلاقي ان العربيه بتكسر سرعات عاليه بسهوله جدا. في كومنت صغير عايز اقوله لك، انا حسيت بيه لما غيرت الكاوتش في العربيه دي من كاوتش سبورت لكاوتش كومفورت. تمام. فانا كان عندي قبل كده كاوتش سبورت في العربيه دي، كانت انشف بكتير، الهاندلنج بتاعها احسن بكتير طبعا، بس ده كان بيأثر على الكومفورت بطريقه فظيعه. طبعا ال- 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 دي واحده من الحاجات اللي احنا نادرا ما بنتكلم فيها، لانها يمكن حتى ساعات ممكن تبقى فنيه بزياده، يعني اللي هو في مثلا لما الناس بتقول لي ايه اريح كاوتش المصري، دايما بقول لهم كونتيننتال. كونتيننتال معروف انها فرده مريحه، جنبها مريح جنبها مريح بالظبط، شوف ازاي جنبها مريح، فبتمتص المطبات حلو. هل هي بنفس مثلا الاداء بتاع البي زيرو؟ لا، عمرها ما هتبقى. البي زيرو فرده رياضيه اكتر، ناشفه جدا بس هتديك اداء رياضي على الطريق نهايه. الجريب يعني التماسك مع الطريق احسن بكتير. ولا وتبقى ملمومه قوي العربيه، لكن لو انت بتتكلم على عربيه بتسوقها كل يوم، انتش نازل تسابق او منتش يعني عندك بالزبط. الحته دي بالزبط. فانت عايز حاجه اللي تعيش معاها بالظبط، وخصوصا بدون قطع كلام. لا خالص، العربيه دي هي بالنسبه لي انا اتس نوت بيلت فور سبيد، يعني هي مش عربيه تسارع والاكسلريشن بقى في 6 ثواني ونص، هي عربيه كروزنج اكتر من ان هي يعني التسارع اللحظي المجنون. بالظبط. انا فاهم، مش هوليجان. بالظبط. بس هي برضو خد بالك، هو الموتور ده فيه كتير يعني فيه كتير، يعني بيأدي كويس بالذات على الهاي واي. يعني في فرق، ما دي حته كبير بالظبط طول عمره بالظبط، من ايام اقول ايه ال 1 2 3. هما هاي سبيد كروزرز، دي اللي تتقال دايما على مرسيدس، طريق بالزبط. سريع وتلاقيه ايه طاير بالظبط وثابت وما يأثرش فيك كمان بالظبط. بس انا شخصيا يعني انا اوكي العجله القياده الكهرباء اوكي ماشي، يعني خلاص ده المستقبل وخلصنا منه، بس انا ما زلت بحب الاحساس الطبيعي بالظبط. الفيدباك اللي جاي من الطريق رهيب، انا بيفرق معاك جدا، انا عارف العجل بيعمل ايه، عارف الشارع شكله ايه، يعني انا ممكن ارسم لكم خريطه للشارع. غير بقى في الملفات لما تبقى قارص قوي هتبقى عارف العجل بيحمل ازاي اكتر. يعني الاحساس بيبقى في حته تانية خالص. العجل القياده الكهرباء
اكن حد منملك يعني لو ايه بدون احساس كده في في بارير بينك وبين الطريق مش واصل لك كل مفيش تو واي كوميونيكيشن يعني انا فاكر اول لما جبت مثلا الاودي كانت اول عربيه بالنسبه لي اجيبها بالكترونيك باور ستيرنج كان بالنسبه لي صادم اللي هو يعني ايه ده في حاجه ناقصه لا ده حاجه غلط ده حاجه يعني الاحساس قعدت يمكن شهرين ومتضايق شويه من العربيه مش عارف اتاقلم عليها خالص قعدت فتره لانه فقدت الاحساس خالص اوكي ماشي حركن بسهوله ما فيش شك وسط المدينه اسهل برضو صحيح. لكن بالنسبه لي لا الحت اخذوا مني حته من متعه السواقه ده كان احساسي صح. وما زال لغايه النهارده على فكره ده احساسي يا جماعه. طيب انت فاكر الستوك فيجر؟ انا مش فاكر الستوك فيجر ايه بنتكلم في 7 وشويه 8 كان اظن ان هو كان 7.4 7.5 في اوائل السبعه كده انا بتهيألي انها لسه بخيرها يعني بص يعني ريلاتيفلي هي ككونديشن تعتبر كده بس خلي بالك ان الموتور ده 255,000 ما شاء الله خلاص ف ماشي فقد يكون الرقم طبعا حصل له يعني ديجريديشن تأثر بالعمر ولكن انا بحس دايما ان هي على الطريق فيها يعني فيها لا فيها انا حاسسها يعني تحت رجلي فيها شبه زمان شبه زمان قوي ما خد بالك كمان مواتير التنافس الطبيعي جيب لي انت النهارده موتور تيربو وحاول تقعده 255,000 من غير ما يحتاج من غير ما يتغير بالظبط من غير ما يتكسر فعليا من غير ما يتكسر بقى وحاجات كتير قوي عامه يلا يا جماعه تعالوا نشوف انا سواقه العربيه ممتعه جدا ممكن افضل الف بيها طول النهار انا مبسوط يعني انت منورها ربنا يخليك بجد انا بحب الباور بحب الجيل ده عامه من مرسيدس والهويه موجوده يعني بوضوح بالظبط طيب يا جماعه تعالى نعمل تجربه التسارع انا كده حاططها في سبورت مود وقافل الاي اس بي واقدر اديلها شويه بريك بوست طبعا هو تنفس طبيعي مش محتاج ان انا ابيلد البوست بتاع التيربو بس برضو بتساعد شويه فركت جامد جدا ثمان ثواني كويس قوي بالنسبة لعمر الموتور ده هايل أيمن العربية اتسرعت من 0 ل 100 في 8 ثواني من 7 ثواني ونص بعد عدد كيلومترات معين الحمد لله الحمد لله ده بالظبط كده يعني أنا شايف أنه ده جيد جدا ممكن أقول أحسن من كده بس ما شاء الله الحمد لله كله خير الحمد لله التكييف انا دايما عندي تعليق على التكييفات بس انت بتقول تكييف العربيه دي مختلف انا هقول لك على حاجه انا كان عندي عربيه تانية ايتريشن تانية من ال 204 قبل كده كان تكييفها فعلا وحش بس الحمد لله العربيه دي ما عملتش مشاكل كان تكييفها على موتور قد ايه ما هو ممكن كان على الكومبريسر 1.8 اللي هو 271 شكرا أظن. مش ال 272 ده 270 271 اللي هو السي جي اي انا بنتكلم على الموتور يا جماعه عشان بس في كل سقط مننا في اللقطه دي يعني ده الكود بتاع الموتور ال 1800 ما هو ممكن تبقى مرتبطه ان المواتير الاصغر بيحطوا لها كومبريسرز اصغر تفتكر ممكن يعني دي ممكن. انا تفصيله مش متاكد منها ممكن بس في الغالب الاو اي ام السورس اللي هم جايبين انه كومبريسور مختلف كان وقتها مختلف بالظبط بس انا فعلا تكييف العربيه دي حتى على مروحه واحده حلو جدا النهارده يوم حر لا النهارده يوم حر معقول احسن اكيد من الـ 1.8 واحسن من ال 211 يعني انا الاي اللي هي برضو حسيت ان هي فيها نفس العيب اللي انت قلت عليه ده ايوه صوت اكتر من تسيئة بالظبط بس كانت فتره الالمان كلهم كانوا بيعانوا فيها يعني مش بس مرسيدس بي ام دبليو كان نفس الشيء ده لو تسمع حاجه بتعمل كده بس مفيش تاثير بالزبط. يعني ايمن عربيه جميله انا ما زلت شايف انها واحده من اجودهم و بتجري حلو جدا العربيه بتتبدل وفيها عشان فيها النظام التعليق المتغير فكمان واحده من النوادر بتهيألي في العربيه دي يعني بالظبط العربيه دي الصراحه ما تتباعش بصراحه يعني هقول لك رايي بصراحه يعني هي تحتفظ بيها لان فيها اوبشنز النهارده يعني انت لو رحت حتى على الجديده او الجنريشن 205 تمام مش هتلاقي الادابتيف سسبنشن طبعا مش بينزل
طبعا دي حاجه من الحاجات النوادر. الاحساس برضو مختلف. انا بحس ان الـ 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 العربيات المودرن قوي احساسها مختلف. نملت مجملا كده على بعض، بقت بالتربو تشارجنج بالمش عارف ايه، بقت ده غير الريلايبيليتي طبعا يعني. لا دي قصه تانية خالص، ده موضوع يعني مفروغ منه. قصه تانية. تحس دلوقتي عامه العربيات بقت معموله زي الموبايلات كده، اللي هي ايه بالظبط، حاجه كوميرشال او مفيش الهيريتج بتاع والشيلف لايف اللي هو العمر بتاع السلعه دي قل جدا. صحيح. قل بوضوح. صحيح. يعني دي حاجه احنا النهارده يقول لك 5-6 سنين عربيه، لكن زمان كانت ال10 دي عادي، 12 عادي، مفيش مشاكل. عربيات كتير قوي 124 ماشيه بالظبط، وتبقى معمره ولسه بخيرها وبتاع. ايمن انا بجد استمتعت بالكلام معاك جدا، وسواقه العربيه كمان. جدا يعني عملت دماغ معاك تماما. وانا كمان والله انا سعيد جدا بالمقابله، وربنا يباركها لك وبس ما عنديش كلام كتير اقوله على العربيه بس، وهذا ريلي نايس تايم. وانا مبسوط جدا من المجهود اللي انت بتعمله بالذات في العربيات اليوزد، لان ده بيفتح للناس يعني افاق هم ما مش بيفكروا فيها. يعني في ناس كتيره جدا بالظبط، ماهيش كلها عربيات جديده في البلد بالظبط، ممكن يشوف عربيه يوزد يفضلها عن عربيه جديده قد تكون هي فعلا اعلى منها في الكواليتي. يعني مش هنتكلم في التكنولوجي بس، لا يعني دي بالنسبه لي يمكن اوكي الترفيه هنا اوكي تعبان، الجيل ده كان الترفيه سهل تغيره، لكن ان انت تلاقي ادابتيف سسبنشن او ان انت تبقى عايز تجيب عربيه وتركب عليها ادابتيف سسبنشن اكيد مش هتعرف. او لو انت عايز حد بيفكر في ريلايبيليتي، حد بيفكر في تقفيله العربيه كلها على بعضها، ده هيفرق معاك. صح، موافق. بس لو عجبكم الكلام ده اشكره ايمن جدا، واحسن ناس المهندسين معلش يعني لا لا الدكاتره كويسين عشان هنروح لهم اصلا مسيرنا، فلازم دايما نشكر فيهم. انت عارف الحركه دي مسيرنا اليوم نشكر. احنا رايحين كلهم بيقول لك جايين لنا، عارفين كويسين انتوا برضو ما تتضايقوش. وكل المهن بس مع خلاص بقى خلاص. لو رحنا لهم هم كمان تبقى مصيبه. يلا سلام، عامل لايك وسبسكرايب برضو. يلا سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها.